بيوتي مع ليلى عبيد. اليوم رح نحكي اكيد عن البيوتي، بس هالمره عن جمال الرجل. بونجور، ليش اخترتي هالموضوع اليوم؟ حقيقة بفتكر انه بحق له الرجل نعطيه شوي هيك، لانه فينا نقول للرجال انه ما تاكل كثير صحي لتضل صحتك منيحه، بدنا نقول له وقف اعمل رياضه صحة اكسكيوز مي، بدك تقولي له لازم تركز على البروتينات الطبيعية، لازم تحط سان فلتر بروتكشن، واي نوت؟ إذا بتروح للفلاسفة أيام زمان، إذا بنقول أفلاطون وزينوفون، قال لن أفضل قوة وجبروت ملك الفرس على الجمال، وقال الثاني للمرء ثلاث أمنيات: أن يكون بصحة جيدة ويكون عنده ثروة، وأن يكون جميلاً. بليتو كان عنده فلسفة ولا أهضم، وهو كتير بيأمن بالرينكارنيشن، بالتقمص. بيقول أنه مثلاً الفراشة بجمالة، الملكة النحلة نهار حتتخيل لما بترجع حتتحول لحيوان، الحصان بقوته معقول يتحول لإنسان، أما superior woman المرأة المتفوقة بدها ترجع وتصير رجل. يعني بالنسبة له أجمل God's creation هو الرجل. We should give it, I think صار حق أنه يعتني ببشرته ويحافظ عليها ويكون هيدا جزء من his lifestyle. طيب يعتني بحاله اول شيء باي عمر ممكن يكون عم يبلش يعتني مثل الفتاه كذلك الرجل؟ اذا عم نحكي عن بشره نحن بشره، هو في شقين بالعنايه، عنايه بساعات الوقت، النوم، ما يكون كثير وركهوليك، يشرب مي، هيدا الشق. وبذات الوقت الرجل معرض كثير ليكون عنده انتفاخ تحت عينيه يلي هو الباش. رح ناخذ وقفه صغيره ونرجع نتابع الموضوع. بيوتي مع ليلى عبيد، اليوم موضوعه هو الرجل وكيف مفروض انه يكون عم يعتني بحاله. يعني مثل كثير حلو عطيتينا اياه قبل شوي، اذا كان بليتو بيقول انه فاذا المراه يلي بتكون سوبر وومن لازم تكون ترجع تخلق رجال، يعني مش كثير موافقين نحن، بس انه هي عرفتي المفروض العكس هو هيك شيء. نحن اليوم بدنا نشوف هلا بالصور اشياء خاصه كيف الرجل بيقدر يعتني بمركز التجميل بجمال، ولح نخصص حلقة تانية كيف يعتني يومياً إن كان قبل ما يترك لشغله أو قبل ما ينام. مثل ما هون عم نشوف العناية ببشرة الرجل بالمركز إلى كتير تأثير بالوبر، لما بيكون عنده مشكلة الوبرة يلي الشعرة المقلوبة يلي بتصير بالدقن، وهيدي الحل لها بطريقة معينة بيتم وخزها بإبرة ومن بعدها نزعها. وإذا كان هالمشكلة بالرقبة بيكون الحل للليزر، يعني بينرسم الدقن وبجلستين بيتخلص من كل هالمشكله، لانه الشعره المقلوبه اوقات بتسبب كمان التهابات واكني وانزعاج للرجل بحد ذاته. واذا كان هو غير انه مش حلوه يعني يلي بحب يخفف دقنه بهالمناطق هيدي بيتم نزعها بالليزر. بالصورة الثانية يلي رح نشوفها، بتعرفي العناية ببشرة الرجل بتنتقل بأشياء كثيرة، إن كان من خلال العناية بتعب تحت العينين أو بأي مشكلة عم بيعاني منها، أو بذات الوقت الترهل يلي بيصير عند الرجل يلي له دخل ببعض حالات نوع الجلد، بالرغم من إنه سماكة جلدة الرجل هي بتحافظ على متانتها لأنه هو بيحلق، بتعمل سكين ريجوفينيشن بقوة. هون بعدنا عم نحكي عن تنظيف الأذن عند الرجل لما بيكون فيها وبر زايد، مش من المستحب إذا كنا عم نحكي عن شوية ريلوكينج للرجل. هيدي نظافة مفروض يتم نزعها إما بالواكس مثل ما عم تشوف بالصورة أو كمان بالليزر، وهيدا الشيء بيتبع كمان لمنطقة الأنف يلي هي منشوفها لما بيكون في زودة بهالمناطق، هون كمان وجب نزعة. طيب بعدها بيعمد للقص بس من وقت لأ. القص كرمالها بتسمك وبتصير بشعة وبتصير تزعجه أكثر، هي هيدي منطقة ما بتأثر على أي شيء إلا نظافة. وهون منكون عم نحكي حتى عن إذا لاحظتي هون عن الأنف من الداخل منشوف قد ايه تنظيفها
كثير سهل، واذا كان الشخص تو بروسيد لشيء بيرمننت بيروح للليزر. عاده الرجال على السمر مرتاحين هالموضوع. مرتاحين، ولكن اذا كانوا شوي بيكي يعني هيك وبحبوا انه يكونوا بيرفكت بنظرتهم لحالهم، وهيدي شوي نظافه وترتيب، وهيدا التشارمينج مان يلي هو هاندسوم يلي هو جالان يلي هو اليجنت بيطلع مثل ما بيطلع بالمراه وبيميز ضفيرها شعرها هير بيرفيوم. زيت الشيء المراه عندها هيدي النظره، وكيف لو هو المتكلم عن جمالها هي ماست ريبريزنت هالشيء هيدا. بالصور الثانيه يلي كمان بعدنا عم نشوفها كلها امور عنايه بالرجل، ان كان هون عم نشوف اذا كان شكل الحاجب منه المتوجب لشكل العينين، يعني اذا كان في شعر كثير قريب من العين مش ترسم الحاجب مثل المراه، بيتخفف الاماكن يلي اللي هي عم تعطي هالقوة أو الجقرة. أنا بعض الأحيان بحبها قاطبة الحاجبين، هيدا الشيء بحبه كتير وبيعطي جميل كتير مميز، ولكن ما بيلبق للكل وحسب نوع الوبرة وألوان التكوين الرجل. إذا كان كتير غامق وكتير شعرة قاسية مفروض تتخفف، وهون بيتم تخفيفها إن كان بال شو يعني تتخفف؟ يعني بتضل بالأماكن نفسها بس بيتفرغ منها، ما بتنشيل كليا. ما حلو إنه الرجل يكون شايل كل هيدا الوبر بطريقة مش مدروسة. فإذا مثل ما سبق وقلنا بيتم رسم الذقن منشان ينشيل بالليزر الأشياء الزايدة. إذا كنا عم نحكي عن عناية البشرة، هيدي من أهم النوع العلاج اللي بحبه الرجل، لأنه ما فيه كتير خربطات وكريمات وهيك، وريلاكسين بابيي كولاجين خفيفة بتنحط على الوجه وبيتم ترطيبها بكولاجين سيروم، وهيدا الشيء بعد 20 دقيقة بحس بشرته نقية مرتاحة ريلاكس، بغض النظر عن إذا قام بمساجات ولا سوانيت أو لا، ولكن السوان مع المساجات الخاصة كمان بتعمل نوع من طاقة أقوى للريجوينيشن الحلو للأكسجين الأكثر. برجع بشدد وبقول انه بالرغم من انه بشره الرجل هالقد قاسيه وهالقد حلوه لانها سميكه، ولكن معرضه مثل بشره المراه. لكن العنايه بالبشره يعني من فوق الوبر اللي بيكون بالدقن ما بياخذ مفعولها نفسه؟ اكيد، لانه بصيله الوبره هي مسام ومعناتها بالعكس بتنقل كل المكونات الفيتامينز يلي بتكون عم تتحضر لتنحط على بشره الرجل. في برودكتس خاصه للرجل؟ في برودكتس كثير خاصه، والبرودكتس يلي هي بتكون بعيده عن الملمعات اي مات بيقدر يحط كريم لحتى ما يكون بشرته مزيته وعم بحس حاله انه بشرته ملمعه او ناشفه كثير او ناشفه كثير. بذات الوقت قبل النوم في اي كونتور كريم يلي هو مفروض يحطه بهالطريقة البسيطة، بينحط هون نقطتين كريم وبيرجع بعد منها بيتم البرم على هالمنطقة وبينعمل مثل البيانو. أما الموس على بكرة مفروض أنه يستفيد الرجل من اختيار موس جل أو موس كريم. موس جل يعني إذا كانت بشرته دهنية بحط شوية موس على إيده، بحط شوية مي وبغسل الوجه. إن كان موس كريم للبشرة الجافة بزيت الطريقة بيقدر ينعش بشرته بتونر، وبيقدر بأفتر شيف it's the same، ولكن sun filter protection هو أساسي للعناية ببشرة الرجل بالمنزل أو لما بده يطلع من بيته. لازم يكون في SPF إذا كان من الأشخاص يلي إذا كان architect أو engineer أو أشخاص من يلي بيطلعوا بالهواء وعندهم سبب إنه يتعرضوا لأشعة الشمس العمودية، وجب وضع sun filter protection يوصل للخمسين. أما إذا كان بالأوفيس محامي طبيب أو أي موقع بيكون عم بحط sun filter protection يلي هو SPF 15 وصولا ل 30. هون عم نشوف كيف بتم العناية ببعض أنواع البوتيولايك يلي مثل ما بنعرف أنه الرجل ما بيحب الإفيه البوتوكس، لأنه البوتوكس بيشقل له شكل عيونه إذا ما كان مدروس مزبوط، ولكن why not إذا الطبيب متمرس ويقدر يعمل له البوتوكس بطريقة مزبوطة. هيدا البوتيولايك هي نوع من البابيي يلي فيهم مادة شبيهة بمكونات طبقات الجلد وإلى الجانب الأسيد هيالورونيك. هون بينحط هالإنجكشن
الخارجي منه انجكشن داخلي على كل السنيات وين ما في تجاعيد، ومن بعد 20 minutes من هالجلسة العناية ببشرته بحس انه السنيات كلها رجعت عملت غونفلومون وانتفخت، وهيدا الشيء بيساعد بشرة الرجل انها تكون دايما حلوة. طيب هيدا الايفكت لقد ايه بيستمر؟ هيدا اذا كان عنده مناسبات او شيء في لايك 20 دايز لاي علاج بضل في نتيجه حلوه كثير. اما يبيض بشرته الرجل ويحولها من سمره لبيضة اذا هو ساكن باماكن فيها شوب، فيها شمس كثير، فيها اشعه الشمس عموديه، مش مستحب بالصيف. بده يكون في انتباه لحتى يقوم بهالشيء بمرحله اللي هي بفصل الشتاء مش بفصل الصيف. طيب هالبروسيجرز بياخذوا وقت؟ بياخذوا وقت اكيد. هون عم نشوف عمليه تنظيف البشره، نتواياج الخاص ببشره الرجل، واللي هي كثير سهله وبسيطه، كني عم تحضير البشره لا تصير جاهزه لا تنظيف البلاك هيدز او الوايت هيدز او اي بثور، وصولا لعمليه التدليك اللي بنشوفها بالصور اللاحقه. ومن بعدها بيكون دائما في ماسك، هون عم نشوف كيف نوضع الماسك اللي هيدا النوع من الماسك كتير فيبر، يعني حتى كله مصنوع للرجل حتى ما ينزعج من اشياء هيك يلي بتستعملها المرأة، يلي بيطلع وكأنه شقفة وحدة بلاستيك هيك كلها سوا، بتكون فادة البشرة ان كان الإكلاي اللي بتعطيها اياه. ليه لا ما يوصل الرجل لأي مناسبة عنده هالطلة الحلوة يلي بتميزه. هون عم نشوف الاهتمام بإيدين الرجل وأرجله يلي هي إن كان بتقليم الأظافر أو استخدام البارافين يلي هو بيساعد كتير لحتى يحافظ على نعومة إيديه وإجري وأكعاب الأرجل، لأنه دايما بينتعل البوت نهار طويل وهذا الشيء. هذا آخر صورة. This is the man, the handsome man يلي هو طلته بالنهاية إلى دخل بقدي هو بينجح بالعمل مش بس بجماله. نحن يمكن اليوم عطينا دور للعناية، أنا بقول إنه جمال الرجل هيدا كله هو some percentage من جماله، لما بيكون ناجح بعمله لما بيكون متفوق وعنده حضور هون بنقول له واثق الخطوة يمشي ملكا. شكرا لك ليلى عبيد، اهلا وسهلا فيكي، واكيد بانتظار حلقه جديده من بيوتي وموضوع جديد. ثانك يو. وفعلا بنرجع نتابع نحن وياكم مع رانديفو، رح نستقبل كيدز فيرست بالايفنت الجديد يلي رح يكون بكازينو لبنان ب 10 شهر، رح نحكي عنه اكثر.